أخيرا يا كابتن ناصر، توقعك لحكام مباراة السوبر غدا الأهلي أمام الزمالك؟ على فكرة سألت السؤال دوت في الماتش الأولاني بس جاوبت عليه صح. كان كابتن محمد سعيد وقلت له اللي هيحكم الماتش الأولاني كان أحمد غندور، وفعلا أحمد غندور حكم الماتش النهاردة علشان هكتب وراك بقى. طيب حكم الساحة؟ بس هاخد مكافأة منك لو أنا قلت. تمام. طيب هاخد مكافأة منك. أنا أتوقع إن شاء الله يا كابتن طبقا لل حسابات بالنسبه لي انا والاربعه اللي موجودين هناك، انا اتوقع طاقم تحكيم كاس العالم هو اللي هيدير هذه المباراه. كاس وهقول لك على العالم الاسماء. حكم الساحه مين؟ امين عمر. كابتن امين عمر. أوه. حكم ساحه. أيوة. مين مساعدين؟ هيبقى محمود ابو رجال واحمد حسام طه. احمد حسام طه. حسام طه. تاني هو دولت الثلاثه. انت قلت امين عمر، احمد حسام طه، محمود ابو الرجال الاول محمود مساعد رقم الرجال. واحد. وهيبقى احمد حسام طه مساعد رقم اثنين. وعلى الفار عشان المكافاه تكمل بقى. انا قلت لك هم حكام كاس العالم. انا اتوقع ان هيبقى على الفار محمود عاشور. محمود عاشور وائل فرحان. طب ازاي محمود عاشور وهو طلع في التلفزيون؟ هل ينفع ان حكم يبقى في بطوله يطلع في برامج؟ يعني انت شغال في بطوله مجمعه، هل ينفع ان الحكام تطلع في برامج؟ مش اللائحه بتقول ان الحكام ممنوع تطلع في البرامج اثناء اي بطوله؟ خلينا نتكلم، نقول ان ده توقع الكابتن ناصر عباس. كابتن امين عمر حكم ساحه، اثنين مساعدين محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، كابتن محمود عاشور يكون على الفار. محمود ناجي ممكن يحكم مباراه بيراميدز وسيراميكا. المباراه اللي هي بس ممنوع ان الحكام تطلع في بطوله مجمعه في التلفزيون، صح يا كابتن ناصر؟ تمام. عندك ثقه في الحكم المصري يا كابتن ناصر اخيرا؟ افندم؟ عندك ثقه في الحكم المصري؟ كابتن هقول لك على حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه. وهقول الكلام ده تاني على فكره. يعني انا بقول ان النادي الاهلي كان له دور كبير جدا جدا طبعا في دعم ومساندة الحكام المصريين في بطوله في بدايه موسم وابدى كل الثقه في الحكام المصريين. النادي الاهلي وبقيه الانديه، لان كان المفترض ان البعض قال حكام اجانب، ولكن هنا يجي دور النادي الاهلي النموذجي اللي احنا بنقول عليه ادى ثقه للحكام يا كابتن، وكان مهم جدا جدا. انا بشكر مجلس الاداره بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ادى ثقه لحكامنا. فاحنا النهارده الكره في ملعب الحكام في ماتش النهائي. نتمنى طبعا التوفيق يا كابتن اسامه لطاقم التحكيم بالكامل. اتمنى يكون في عداله تحكيميه للفريقين، لان النهارده هذه المباراه هي واجهه التحكيم، واعتقد ان الانديه وقفت معاكم كويس قوي 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 قوي. جه النهارده الدور ان كنتوا تقفوا مع تأدوا وتقفوا مع نفسكم. شرفتنا ونورتنا، وكالعادة كابتن ناصر بنستمتع بالحوار معاك.